يا أهلا يا أهلا، جاي على بالي أسوي بسبوسة، بس إيش نكهة زمان وطعم زمان وبساطة أهل زمان. مرة مكوناتها سهلة، بتشوفونها معاي في الفيديو. راح أضيف السكر، بضيف عليه الزيت، وبخلط هذه المكونات كلها مع بعض، بس يتجانس السكر كذا شوي مع الزيت. قلت لكم أن تعرفوني أحب البسبوسة اللي أنشغلها أسرع سريع. راح أضيف علبة قشطة وأخلط. تتجانس هذه المكونات وأضيف الباقي كله. ما في 5 دقائق وانت خالصة، يبقى بس شغل الفرن. الآن راح أضيف السميد، جوز الهند، إذا ما تبينه لا تضيفينه، بس صراحة يعطيكي نكهة حلوة. حليب البودرة، البيكنج باودر، الموية، ونخلط. راح اخلط كل هذه المكونات مع بعض لين تمتزج مكوناتي. بس خلاص قضت بسبوستي. بروح اشوف اذا عندي لوز او شيء علشان زينة، عشان تصير فعلا فعلا حقت اول. خلاص انتهينا، اسهل شيء في الحياة البسبوسة. جيبي صينية بنات، الصينية حجمها يعتمد عليكي انت، تبينها نحيفة تبينها سميكة، يعتمد عليكي انت. اخذت تقريبا حجم الوسط، نحطها وبزينها باللوز اذا لقيت لوز عندي الظاهر، بعدين ندخلها الفرن. باقي احطها من وراء الكواليس، اهم شي صورت لكم وانا احط. تعرفون القاعدة الحصوصية اللي تقول لكم طقة طقتين ثلاث؟ هذاك اليوم طقيت 5 طقات، واحدة قالت انت قلتي 3 شلون طقيتي 5؟ تخيلوا بخرب كيكتكم انا. لقيت لوز، ابغى احط لوز عاد على ذوقك، يعني تبين لوز ما تبين براحتك، عاد تجهزي شيرتك، انا عندي شيرة جاهزة. خل اكملها وندخلها الفرن. هنا ما شاء الله تبارك الله، خلاص راح ندخلها الآن الفرن، وبعد ما تطلع على طول نسقيها شيرة وهي حارة عشان تتشرب الشيرة. الشيرة تكون باردة، شوفوا واحد بارد وواحد حار عشان ما تصير معاكي تذوب كلها، فتكون هي ساخنة والشيرة باردة أو العكس. ما شاء الله تبارك الله، شايفين كيف تجنن؟ شايفين كيف رهيبة؟ طبعا زي ما قلت لكم وهي حارة بتحطين عليها الشيرة الباردة وخليها تتشربها، وبعدين قطعيها، مو تقطعينها وهي حارة تفتت عليك، تمام؟ طبعا بنسويها جلسة تصوير لما تبرد ونقطعها وبس. هنا ما شاء الله تبارك الله قطعتها، ودي تشوفونها ترى ما فتحتها من داخل، يعني الحين معاكم أول تطليعة للبسبوسة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، خلني أرتبها ونسوي لها جلسة تصوير. الحين نتذوق بعد التصوير. طعم أول ونكهة أول بلا منازع.